على جائزة فاتن حمام للتميز السنة؟ والله أقول إن أنا متشرفة ومبسوطة وطايرة يعني باسم فاتن حمامة واسم مهرجان القاهرة السينمائي واسم أستاذ حسين فهمي واسم مصر واسم الإخراج، يعني الحمد لله حاجات كتير. استاذه الهام شاهين قالت ان انت اتكسفتي تقولي ان انتوا خدتوا جايزه بطوله الروح في الرياض ومنعه التلفزيون الذهبيه. والله بشكرهم على الجايزه دي، انا الحقيقه ما كنتش اعرف ولا حد حتى بلغني. انا يوم الافتتاح لقيت الهام بتقول لي انت عارفه ان دلوقتي بتاخدي الجايزه الذهبيه عن فيلم عن مسلسل بطلوع الروح. فبشكر بشكر المهرجان وبشكر السعوديه ويا رب اجي السعوديه قريب بقى. رغم ان حضرتك مصنفه انك مخرجه السينما مرأة، بس انت جوه قلتي انا شايفه ان دي عنصريه وعايزه اقدم حاجه للرجاله. انا قدمت للرجاله فعلا، يعني انا عملت ملك وكتابه ده عن 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 محمود عبد السلام، عن تركيبه الراجل وحده الغروب، نفس الحكايه بميت وش اللي هو الراجل والست، ده مجموعه العصابه العشق والهوى، يعتبر البطل هو كان دور عمر دور احمد السقا. ف يعني انا بحاول ان انا ما بقاش متصنفه بس سينما المراه، لانها شايفه ان دي حاجه محدوده قوي. يعني يمكن انا شايفه انك لو تقدمي قضايا للرجاله اكتر بشكل صريح زي قضايا السينما ما بتتقدم للمراه. طبعا اكيد صريح. اكيد المجتمع كله، المجتمع يعني انا يهمني المجتمع اللي انا عايشه فيه. المجتمع بيكون من راجل ومن ست ومن طفل ومن شاب وشابه، يعني من 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 جميع الناس يعني. فانا زي ما امر الست يهمني اكيد امر الراجل برضو يهمني، لانه الراجل ده هو اخويا وهو ابويا وهو جوزي وهو ابني وهو حفيدي. اكيد مش هتحضري حاجه جديده الفتره الجايه؟ لا لا ما بحضرش حاجه. مش موجوده معانا في رمضان؟ لا. شكرا.